وفي حديث خاص بالإخبارية أوضح رئيس ديوان المراقبة العام الدكتور حسام العنقري أنه في هذه الندوة سيقوم الديوان بأهمية كبرى لهذه المرحلة، كما ينتظر خروج توصيات مهمة لها مردود إيجابي كبير. لم يجد صعوبة في اختيار موضوع الندوة لهذا العام، هي الندوة 14، والله الحمد على مدار ما يربو على العقد الديوان وفق في عقد 13 ندوة، هذه الندوة 14. كثير من توصيات الندوات السابقة توجت بأوامر سامية وقرارات مجلس وزراء، كان لها دور كبير في تحسين البيئة الإدارية والرقابية على مستوى عمل ديوان المراقبة العامة، مكنت من القيام بدوره وواجباته وفق نظام الديوان. وفي هذه الندوة الحقيقة الديوان يقدم هذا الموضوع لأهميته في هذه المرحلة، وأيضا لما ينتظر أن تخرج من هذه الندوة من توصيات إن شاء الله سيكون لها مردود إيجابي.